أعزاء تتواصل التحديات وينطلق شوط الختام والزميل الوليد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله تعالى وتوفيقه متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المتميزة. شوط ينتهي وشوط يبدأ من أشواط الخير والبركة. نحن وإياكم في شوط الختام وختامها مسك بين هؤلاء الأبطال مع هذه الشعارات المنطلقة والأسماء المتواصلة للنجاح. بالبداية والصدارة الأولى نتابع وإياكم شمسية على البداية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يتقدم ويقدم لنا شمسية على الصدارة وعلى البداية الأولى. نتابع وإياكم ثانيا العفريت وصلت الآن هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري من يتقدم ويقدم لنا العفريت على ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز هنالك شواهيم ملحان بن راشد بن حبيبة القادم على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز هنالك غزلان القادمة فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة على رابع المراكز. بينما النقل إلى خامس المراكز نتابع وإياكم راعي اللولوة يصل الآن ويقدم لنا سحابة أحمد أو حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على خامس المراكز. هذه هي النتيجة الأولى وهذه هي الشعارات الحاضرة. هم سكان البداية ومحبي الصدارة ينطلقون ويقدمون لنا هذه المتعة والإثارة. بالبداية مع صدارة وهنالك شمسية التي تنطلق على الصدارة وعلى البداية الأولى بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا شمسية على الصدارة وعلى البداية الأولى. العفريت ثانيا تتقدم بشعار هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يقدم لنا العفريت على ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز نرى شعار بن نايفة من يقدم لنا هذه البطلة التي تتقدم على المستوى الثالث وتقدم لنا فيصل بن عبد الهادي يقدم لنا غزلان فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة على ثالث المراكز. بينما رابع المراكز وصلت الآن وتقدمت سحابة القادمة بشعار حمد بن غانب بن سلطان الهديفي الواصل والمقدم لنا هذه البطلة على رابع المراكز. النتيجة نتيجة المركز الخامس وهنالك نرى ونتابع نتابع زعفران القادمة بشعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية القادم والمقدم لنا زعفران على خامس المراكز. هذا هو نداؤنا الثاني وهذه هي النتيجة الثانية ولكن ما خلف الخمس. نتابع وإياكم أسماء ونتابع شعارات حاضرة والمتواجدة في هذه الانطلاقة الرائعة مع انطلاقة الذلال إلى صايل مع انطلاقة سن الكبار في هذه المسافة المتميزة 6 كيلومترات الحاضرة في هذا المشهد المتميز. البداية هنالك مع شمسية شمسية على البداية وعلى الصدارة الأولى تنطلق بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بقيادة المغامر سعيد بن بطي الزعبي المقدم لنا شمسية وانطلاقات شمسية وتواصل شعار ناصر بن عبد الله المسند على البداية الأولى وعلى الصدارة. العفريت ثانيا وصلت الآن العفريت شعار بن عجلان القادم والمقدم لنا العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يقدم لنا هذه البطلة. تسللت الآن إلى البداية وانطلقت
انطلقت إلى الصدارة الأولى، تنطلق بجمالها وبكيانها نحو البداية والصدارة الأولى، تتسلل خطوة بخطوة لكي نستمتع بهذا المشهد المتميز. بينما ثالث المراكز وصلت الآن وتقدمت سحابة على ثالث المراكز، يأتي الآن بتقدم سحابة بعدما قدم لنا اللولو، هذا هو ممثل معيدر حاضر ومتواجد مقدم لنا هذه البطلة بانطلاقة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على ثالث المراكز، النقل إلى المستوى الرابع. ونتابع وإياكم غزلان القادمة بشعار فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة على المستوى الرابع، النقل إلى خامس المراكز. نتابع وإياكم زعفرانة القادمة بجيناتها والقادمة بهذه الانطلاقة المتميزة، خليفة بن عبد الله العطية قادم ومقدم لنا زعفرانة بهذا الاسم المتميز بالشكل الرائع باللون الفنان والجذاب. هذه هي الآن تنطلق على المستوى الخامس، هذه هي النتيجة وهذه هي الانطلاقة الجميلة والرائعة. ولكن العفريت على البداية، يا راعي العفريت، تنطلق العفريت على البداية وعلى الصدارة الأولى، عندها علوم العفريت اليوم يا راعي العفريت. هذا هو ينطلق ويقدم لنا هزاع بن عجلان بن مبارك من يتقدم على البداية وعلى الصدارة الأولى ويقدم لنا العفريت. بينما ثاني المراكز وصلت الآن الزعفرانة تتسلل من مركز إلى مركز، عينها على البداية بانطلاقة خليفة بن عبد الله العطية القادم على المستوى الثاني وثالثا. وصلت الآن غزلان فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة يتقدم على ثالث المراكز، النقل إلى رابع المراكز. ونتابع وإياكم سحابة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من يتقدم على المستوى الرابع، النقل إلى خامس المراكز. نتابع وإياكم هنالك ضوء، وصلت إلى ضوء، يتقدم سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على المستوى الخامس المقدم لنا هذه البطلة على خامس المراكز. هذه هي النتيجة وهذه الأسماء الرائعة والمتواصلة في هذا النداء الذي يأتي بانطلاقة شعار العطية وبن نايفة وبن دري وبن غانم وهنالك بن مبارك، مع هذه الخماسية الألماسية التي تأتي بهذه الانطلاقة الرائعة. ولكن الهدافي مع سحابة على البداية، سحابة حمد بن غانم بن سلطان الهدافي، ووصلت الآن ضوء، وصل شاعر القمة لكي يقدم لنا هذه الانطلاقة سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. وثالثا القادم الآن غزلان فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة على المستوى الثالث، هذه الأسماء وهذه الشعارات بن دري وبن غانم وبن نايفة، بن نايفة والهديفي وبن دري في حوار ثلاثي في انطلاقة متميزة. ضوء على البداية، ضوء على الصدارة، وهنالك سحابة هنا غيرت إلى البداية وانطلقت إلى الصدارة بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي وبن دري، ولكن ذهبت سحابة. والنقطة الثانية لهذا الشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، ثاني المراكز وصلت ضوء سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، وثالث المراكز كان التواجد من قبل غزلان فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة، أو شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند حضر على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز غزلان فيصل بن عبد الهادي بن نايفة، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل. هذه هي الإعادة ولحظة وصول
شعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي بتوقيت وقدره 10 دقائق 3 ثواني 46 جزء من الثانية. وثانيا حظى الضوء سعيد من أحمد بن دري الفلاحي قدم لنا ضوء 10 دقائق 3 ثواني 62 جزء من الثانية. ثاني نوالف مبروك. بينما ثالث المراكز كان الحضور من قبل كحول ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند 10 دقائق 6 ثواني 64 جزء من الثانية. بينما رابع المراكز غزلان فيصل بن عبد الهادي بن مبارك بن نايفة حضر على المستوى الرابع. بينما خامس المراكز كانت الانطلاقة متواصلة وحضور من قبل زمجرة عويضة بن بخيت بن عويضة بن هلال بن عذبة على المستوى الخامس. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. نذهب وإياكم إلى ملخص هذه الفترة الصباحية. حضرت بأول الأشواط الرئيسية وأول الانطلاقات لفئات الحيل كانت وسام حاضرة بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وكانت حاضرة بالتوقيت الأفضل في هذا الصباح 9 دقائق 50 ثانية 22 جزء من الثانية. بينما أول الأشواط لفئة الزمول كان الحضور من قبل مهيض فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، تهانينا والف مبروك. بالنسبة لأول الأشواط لفئة العمانيات حضرت زفة بشعار سعيد بن بطي بن محمد الزعبي بانطلاقة زفة، وهنالك أول الأشواط لفئة الزمول العمانيات حضر هملول عبد المحسن بن طالب بن عمارة. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.